بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ كلامنا بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل زملائي وأساتذتي وأحبائي محامين مصر، الأبطال الأشراف الأحرار، أهلا بيكم من سلم نقابة محامين مصر، النقابة العامة بالقاهرة. أهلا بيكم من كرامة محامين مصر. قررت النهاردة أن أعمل حلقة شكلها جديد شوية. قررت أن أعمل هدية للسادة المرشحين منصب نقيب محامين مصر، بدل ما الأساتذة الأفاضل أساتذتنا وشيوخنا وكبراءنا ما يتعبوا نفسهم ويجي لحد نقابة المحامين عشان يقعدوا مع المحامين أو يستدعوهم في مكاتبهم عشان يسألوهم على مشاكلهم، لا، قررت أن أنا أبعت لهم السداهية دي بطلبات المحامين وكلام المحامين لغاية مكاتبهم، وهم يقولوا لنا رأيهم إيه وهيردوا إيه على أساتذتنا وأصدقائنا وزملائنا محامين مصر. أيها المرشحون إلى منصب نقيب محامين جمهورية مصر العربية، بس أذن معاليكو، تعال نسمع مشاكل محامين مصر وشباب محامين مصر والشيوخ محامين مصر. يلا بينا نشوف مشكلة وطلباتهم إيه، يا رب حتى طلب واحد يتحقق. يلا بينا نسمع. شرف عليك يا ريس. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي احمد يحيى احمد، محامي ومنسق عام ائتلاف خريج وطلاب الحقوق والشريعه والقانون. هنتكلم في الشأن الخاص بتاعنا، بما ان حضرتك محامي ممارس، ايه اقرب المشاكل اللي حضرتك بتشوفها في حياتك اليوميه وفي عملك اليومي؟ بالنسبه للمشاكل في الحياه اليوميه يعتبر يعني سهله بسيطه جدا. احنا مشاكلنا اللي بتقابلنا هنا في نقابه المحامين في البنيه التحتيه بتاعه النقابه من اساس ومكتبات ودورات والحاجات دي كلها. يعني لو افترضنا جدلا ان حضرتك دلوقتي واقف قدام معالي نقيب محامين مصر، ايا كان اسمه، ايا كان تياره، ايا كان مذهبه، ايا كان فكره، وطلب منك انت تطلب منه طلب واحد، ايه اول طلب هتطلبه منه؟ اول حاجة الوضوح والشفافية مع المحامين، تاني حاجة حضرتك ارجاع هيبة المحاماة كما كانت عليه في العصر الماضي. تطلب ايه من اعضاء مجلس النقابة القادمين؟ الشباب اللي تم اختبارهم قبل كده والشباب اللي لم يتم اختبارهم قبل كده. احنا بنطلب من السادة اعضاء نقابة المحامين بان هم يحاولوا ينقوا عملية جداول المحامين ويحاولوا يعملوا مشروع قانون للمحاماة بحيث يضمن للمحامي حسناته وامتيازاته لممارسة المهنة بدون اي ضغوط عليه، توفير حياة كريمة للاستاذ المحامي. دي كلها شيء يعني بنطلبه منهم، خاصة مشروع قانون المحاماة لابد ان هو يتفعل، والمواد الخاصة بتعين المحامين في الهيئات القضائية، وان هم بيطالبوا بحقوق المحامين لان احنا بننتخبهم علشان هم يمثلونا. اخر سؤال، رأيك ان الانتخابات هتتم في ميعادها ولا هتتأجل؟ لا، اعتقد ان الانتخابات هتتم في ميعادها لان المحامين اساتذة وفاهمين في القانون ومحدش فيهم بيخرج عن القانون، لكن كل شيء فيه خلافات، فاذا كان فيه خلاف فهذا لا يفسد الود قضية ولا يؤجل الانتخابات. شكرا جزيلا. استاذ اتعرف على حضرتك. حماده احمد ابراهيم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، عضو مجلس نقابه المحامين الفرعيه باسيوط. شيوخنا واساتذتنا في مهنه المحاماه، ايه اكتر المشاكل اللي بتواجه المحامي في عمله اليومي؟ اكتر المشاكل اللي بتواجه المحامي في عمله اليومي التعامل مع اقلام الكتاب، التعامل مع اقلام المحضرين خاصه الشباب منهم، التعامل مع بعض اعضاء الهيئات القضائيه وخاصه شباب اعضاء النيابه العامه. لو افترضنا جدلا ان حضرتك دلوقتي واقف قدام نقيب محامين مصر القادم تم اختياره بنجاح ايا كان اسمه، ايا كان مذهبه، ايا كان تياره، ايه اول طلب هتطلبه منه؟ اطلب منه ان يتخلى عن ردائه وعن عباءته الحزبيه ايا كان انتمائها، وان ينتمي لمهنه المحاماه فقط، وان يجعل ولاءه للمحامين ولنقابه المحامين. ايه اكتر حاجه شايفها ناقصه نقابه المحامين في مصر؟ مطلوب من نقابه المحامين بالنسبه للمحامين شبابا وشيوخا الاهتمام بهم ونظره مستقبليه بعيده الى معاشات المحامين المتدنية والمتردية والتي لا تكاد تعادل معاش أي عام النظافة يخرج على المعاش في أي مصلحة حكومية. النهاردة معاش المحامي 1000 جنيه بعد ما قضى 40 سنة في العمل وفي الممارسة وفي المعاناة من المحاكم، وفي آخر شيء بيطلع بياخد 40 جنيه 25 جنيه عن السنة آسف بمعادل 1000 جنيه، 40 سنة بتعادل 1000 جنيه. 1000 جنيه هتعمل له إيه؟ ثانيا مشروع علاج المحامين، مشروع علاج المحامين متردي ومتدني للغايه، بيلاقي معاناه. النهارده المحامي لما بيروح يتعالج في عياده احد الساده الاطباء
بيلاقي معامله مش كريمه خالص، وهذا سببه ومرجعه الى سوء اداره مشروع العلاج من قبل النقابه العامه، وهيمنه النقابه العامه ومركزيه مشروع العلاج في النقابه العامه ومركزيه. انا اعتقد ان النقابه العامه فرضت مركزيه على كل شيء ولم تعطي للنقابات الفرعيه حريه التحرك او حريه التصرف في ادق الامور وفي اقل الامور. اصبح مجلس، انا لا يعني انا عضو مجلس نقابه فرعيه، انا عايز اقول ان النقابه العامه مركزيه ومنقطعه الصله بالنقابات الفرعيه ومنقطعه الصله بالمحامين على الاطلاق. نقيب المحامين ينتخب، لا يراه المحامون في النقابات الفرعيه الا اثناء الانتخابات فقط لما بيعمل دعايه لنفسه. مجلس النقابه العامه لا يراها المحامون الا اثناء الدعايه لانفسهم في الانتخابات، بعد كده كل واحد بيشوف الدائره بتاعته، واصبحت مقسمه الى عزب ومشايخ حارات، ما اصبحتش نقابه محامين. الصله منقطعه بين مجالس النقابات الفرعيه ومجلس النقابه العامه وبين اعضاء مجالس النقابه العامه التي لا يكاد يعني يعرف بعضهم البعض لزياده عدد اعضاء مجلس النقابه العامه، فالصله منقطعه. فاحنا بنطلب نظرة مستقبلية، تعديل تشريعي يعيد للمحاماة دورها الرائد في طليعة الصفوف بعد أن تراخت وتخلت في السنوات الأخيرة عن دورها وأصبحت في الصفوف الخفية وليست في الصفوف الخلفية. نقابة المحامين كان ينظر إليها ويشار إليها بالبنان، حاليا تخلت عن دورها الوطني، تخلت عن دورها القومي، تخلت عن دورها الاجتماعي قبل المحامين، تخلت عن كافة الأدوار، وأصبح الشغل الشاغل هو الانتخابات والمجد الشخصي، وفلان أصبح نقيبا وفلان أصبح وكيلا، ولا أحد ينظر إلى المحامي ومشاكل المحامي. سعيد بصراحة حضرتك بما أنك عضو مجلس نقابة فرعية، ده أولا. ثانيا آخر سؤال لحضرتك، توقعاتك أن الانتخابات هتتم في ميعادها ولا تتأجل؟ أنا شايف أن الانتخابات احتمال تتأجل، خاصة أن هناك طعون كثيرة، وأنا أأخذ على السادة المحامين الذين يطعنون على الانتخابات لعدم إتمام. ماذا يريدون؟ هل يريدون أن تقبع اللجنة القضائية على صدور المحامين؟ أم يريدون مجلساً؟ نحن نريد مجلساً منتخباً من قبل المحامين بكامل الحرية أياً كان هذا المجلس، وأن يفهم المحامون وخاصة الشباب منهم لا ينظر إلى الأسماء البراقة ولا إلى الإعلام ولا إلى الأسماء، ينتخبوا من هو جاء ليخدم المحامين. وأعتقد أن جميع الأسماء المطروحة على الساسة على الساحة والمعروضة على المحامين جميعها معروف للكافة ولا يخفى احد على احد. فنرجو من الساده المحامون ان يلتفوا جميعا ويجعلوا مصلحه النقابه ومصلحه المحاماه نصب اعينهم، ويتخلوا عن القبليه وعن الانتماءات الحزبيه وعن الانتماءات السياسيه وعن الانتماءات الدينيه، وننتمي الى الرحم الذي ننتسب اليه جميعا الا وهو المحاماه ومنه المحاماه. شاكر فضلك جدا على صراحتك ووضوحك معنا يا استاذنا. كل سنه وسعادتك طيب. وانت طيب يا فندم. عليك استاذنا. ياسر سعد عبد الله محامي. سؤال باختصار، بما انك محامي ممارس، ايه اهم المشاكل اللي بتقابلك يوميا في مهنه المحاماه؟ احنا عندنا اكتر من مشكله، اولها مشكله التعامل مع الموظفين والتعامل مع الهيئات القضائيه، التعامل مع وكلاء النيابه، ازدحام القضايا، عدم احترام ما وقفتش اثناء الجلسه، عدم وجود قاعات مجهزه للمحامين سواء كانت قاعات محاكم او غرف للمحامين يستريحوا فيها، بالاضافه الى اهم حاجه حتى الان ما زلنا لم يفعل مواد الضمانات الخاصه بقانون المحاماه الخاصه بالمحامي. ما زلنا حتى الان بيتعامل بكل محامي واسلوبه، ما فيش قانون يفرق. لو افترضنا الوقت نقيب محامين مصر ايا كان اسمه ايا كان تياره ايا كان اتجاهه واقف قدام حضرتك وبيقول لك اطلب مني طلب وانا انفذه لك، ايه اول طلب هتطلبه منه؟ نقابه المحامين. نقابه كبيره قوي، حدد لي بالظبط طلبات محامي شاب بعد اذنك. انا محتاج نقابه المحامين، انا محتاج نقابه، نقابه المحامين زي زمان، نقابه المحامين تتصدى الدور الوطني، نقابه المحامين تحافظ على دور على 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 افرادها، نقابه المحامين تتبنى كل القضايا القوميه، نقابه المحامين بتحافظ على القضايا القوميه جنب القضايا المهنيه حته بحته، ما انا كمحامي قضيتي المهنيه هي جزء من القضايا القوميه. ايه رايك في الخطط الدعائيه للمرشحين لمنصب النقيب؟ ما زلنا حتى الان المرشحين خايفين من وجود طعون لالغاء الانتخابات، ما زالوا حتى الان خايفين يصرفوا ومش عايزين ينزلوا الارض حتى لا يتم عشان ما يتحرقوش، وما زالوا حتى الان معظم المرشحين اللي ما كانش اغلبيتهم منتظرين حكم القضاء الإداري يوم 12. توقعاتك الانتخابات هتتم في ميعادها ولا هتتاجل؟ اعتقد ان هي هتتاجل. شاكر فضلك استاذ. تعرف بقى زيتنا؟ سهير حميد زايد محاميه. خدام محمد عبد اللطيف. منكم اساتذتنا طبعا وفوق راسنا طبعا، بما ان الجنس الناعم، ايه اهم مشكله بتواجه المحاميات في يوميا في العمل المهني بتاعنا؟ هو بغض النظر عن الجنس او النوع، المشاكل اللي بتقابلنا ممكن الاحتكاك بالموظفين،
ما فيش رقابة على الموظفين. بالنسبة للنقابة كمان ما فيش في حاجات كتير بنفتقدها من حفظ كرامة المحامي اللي بيها ما فيش نقيب نقدر نجده على ثقة ذو ثقة. ما فيش تراست في أي نقيب ممكن يحفظ كرامة المحامين أو ينفذ بعض الأشياء اللي ممكن نطلبها تكون جدية. منها مثلا في أشياء كتيرة جدا، أنا كمحامية نفسي في حاجة تعديل قانون السلطة القضائية المادة 47 اللي بتطلب تعيين نسبة لا تقل عن الربع من عدد المحامين كقضاء لسبب بسيط جدا. يعني الدول الأجنبية كلها، في دولة أجنبية في إحدى ولايات أمريكا العدد القضايا زاد جدا عن الحد عن عدد القضاة ذات نفسهم. وجد الحاكم الولاية عين فئة من المحامين بدرجة نقد خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وفعلا تم الفصل في القضايا، وبالتالي سرعة حصول المتقاضين على حقوقهم. نفسي أفعل المادة دي في قانون السلطة القضائية. أستاذة، مشاكل كيف تواجهها كمحامية بممارسة للمهنة؟ هو مشاكل فعلا مع الموظفين برضو في المحكمة، وخصوصا الموظف اللي ما يعملكش اي عمل الا لما يفتح الدرج ويشوف انت هتراضيه ازاي. ده اهم حاجة عندي، وانا بتمنى ان النقيب الجديد يفعل حصانة المحامي بحيث يبقى عندنا حصانة زي اعضاء النيابة واعضاء السلك القضائي. اهم حاجة يبقى يحفظ كرامتنا في اي مكان. توقعات حضرتك الانتخابات هتتم في ميعادها ولا لا؟ والله نتمنى، الرؤية مش واضحة لغاية دلوقتي، ونتمنى ان عدد احنا متقدم 26 نقيب، يعني حاجة تحير. نعم ممكن يكون في فرسان وناس بارزين فيهم، واتمنى ان هم يقعدوا مع بعض ووفقوا، لان الدولة مش حمل حاجات كتير قوي الفترة الجاية، وكده كده الرؤية مش باينة لغاية دلوقتي. الرؤية مش باينة. لما يخلصوا خلافاتهم الشخصية مع بعض الأول ويصفوا اي حاجة خاصة بيهم، بعد كده نبدأ الانتخابات بقى. شاكر فضلكم جدا، شكرا يا استاذ. تعرف عليك؟ احمد موسى المحامي. بما انك محامي ممارس شاب، ايه اكتر المشاكل بتواجهك يوميا في مهنة المحاماة؟ بالنسبة للمحاكم ولا كنقابيا؟ كل حاجة، محامي من اول ما بتصحى من النوم الصبح لغاية ما بترجع اخر النهار. يبقى نتكلم على ناحية الفساد اللي بنلاقيه في المحاكم، اصل الناحية الإجرائية دي كلها فساد. انا ما اخشش محكمة او اتعامل مع موظفين او امناء سر او غيره الا ما بتعرض لابتزازات وفساد، يعني من ايام النظام القديم ولحد دلوقتي مش راضي يتغير، ومش هيتغير لغايه اما نلاقي حد يتقل فينا. لو افترضنا جدلا ان نقيب محامين مصر القادم ايا كان اسمه ايه، ايا كان صفته ايه، ايا كان تياره السياسي ايه، واقف قدامك وقال لك اطلب طلب هنفذه لك، ايه الطلب انت تطلبه منه؟ انك تتقي الله بس، وهو ده اللي هيلغي الفساد. ممكن تعيدها لي تاني؟ تتقي الله عشان ده اللي هيلغي الفساد. كل واحد لو اتقى الله في نفسه، احنا ناقصنا بس الفساد ده حله ايه؟ مش الدين موجود عندنا، احنا كشعب ده متدين سواء مسيحي او مسلم، لكن اخلاقيا عندنا حته نقص في الاخلاق. لو المجتمع اتعدل اخلاقيا هتتعدل كل المزايا. فالنقيب اللي يجي يا رب يكون يتقي الله في نفسه، اللي هي الاخلاق. ما هو ان انت تتقي الله في نفسك ده الاخلاق، تتقي الله في نفسك هتتقي الله فينا. توقعاتك الانتخابات هتتم في ميعادها ولا هتتاجل؟ الانتخابات النقابيه ان شاء الله هتتم في ميعادها باذن الله. شكرا لك يا استاذي. من امام حجره مجلس نقابه محامين مصر، اساتذتي مرشحين لمنصب النقيب، زملائي واساتذتي المرشحين لعضويه مجلس النقابه، سمعتوا مشاكلنا، سمعتوا احنا تعبانين في ايه، سمعتوا بعض طلباتنا اللي احنا عايزينها منكم. يا رب نلاقي منها رد حضراتكم تردوا علينا فيها، ويا رب حاجه منها تتحقق. وزي ما بدانا كلامنا بسلامنا هننهي كلامنا بسلامنا، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.